الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الميت يبصق في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في منامه أن هناك شخصا ميت يبصق في المنام علامة على كذب صاحب الرؤيا وخداعه لكثير من الأشخاص المحيطين حوله، والله أعلم. حلم بصق الميت على شخص حي في المنام علامة على الوقوع في المعاصي والذنوب، وعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من يرى أن الميت يبصق عليه في المنام علامة على إصابته ببعض الأمراض والأوبئة في الفترة القادمة، والله أعلم وأعلم. بصق شخص ميت على حي وهو يبتسم علامة على الميراث والمال الذي سيحصل عليه صاحب الرؤيا، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يدفن الميت داخل بيته في المنام علامة على الزواج القريب للفتاة العزباء أو الشاب الأعزب، والله أعلم. حلم دفن الميت من دون صراخ وبكاء داخل البيت إشارة إلى الأحداث السعيدة التي ستحدث له، والله أعلى وأعلم. رؤية دفن الميت داخل البيت وكان أهل البيت يصيحون ويبكون علامة على المصائب الكبيرة التي ستحدث داخل البيت، والله أعلم. رؤية موت أحد أفراد العائلة في المنام وتغسيله وتكفينه داخل البيت ودفنه علامة على كثرة الذنوب، وعليهم التوبة والرجوع لله عز وجل. من يرى في منامه أن شعر الميت يتساقط علامة على حاجته الشديدة إلى الدعاء والصدقات. رؤية تمشيط شعر الميت في المنام بسهولة ولكن الشعر يتساقط علامة على الخير الذي سيحصل عليه صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. حلم تساقط شعر الميت في المنام إشارة إلى الذنوب والمعاصي التي يقوم بها صاحب الرؤيا، وعليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. تدل رؤية تساقط شعر الميت في المنام وكان شعره طويل للغاية علامة على الخير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا من الميت من ميراث، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.